بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يناقش إعادة تطبيق النظام الجمركي في ميناء المكلا والشحر. وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد اليوم الدراسي الأول للفصل الثاني. مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي يكشف لقناة المكلا عن خطط تنموية لتحسين المنظومة. أهلا بكم. نعم، محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكم فرج سالمين البحسني، الشخصية الصحية والرياضية الدكتور أنيس سعيد وحدين الذي وافته المنية فجر اليوم في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد معاناة مع المرض. وأشاد المحافظ بمناقب الفقيد الذي تبوأ مناصب في مكتب الصحة ومستشفيات المحافظة ومساهمته الأخيرة في تأسيس مركز الأطراف والعلاج الطبيعي بالمكلا وإدارته للمركز. ويعد الفقيد من أوائل الأطباء في تخصص طب الأطفال، بالإضافة إلى خدماته في المجال الرياضي حيث عمل رئيسا للمجلس الأعلى للرياضة، وعرف بعلاقاته الإنسانية والاجتماعية الواسعة. ودعا المحافظ المولى تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، متقدما لأفراد أسرته خالص التعازي وعظيم المواساة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني اليوم إعادة تطبيق النظام الجمركي في ميناءي المكلا والشحر بحضور عدد من مدراء المكاتب الإرادية بالمحافظة وغرفة التجارة وصناعة حضرموت. واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى وجهة نظرهم حول إعادة تطبيق النظام الجمركي بعد أن توقف العمل به عقب سيطرة العناصر الإرهابية على مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت في عام 2015. وخرج الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء مع التجار والمستوردين بعد يوم غد للتباحث معهم حول هذا الموضوع والاستماع لوجهة نظرهم حول إعادة البيان الجمركي وتفعيل العمل به مع بداية هذا العام، مع مراعاة عمل ميناءي المكلا والشحر والتجار المستوردين بما لا يحدث أي ضرر على المواطن. وجه محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني باعتماد إنزال مناقصة بمشروعي مياه للمساهمة في تعزيز تموينات المياه لمدينة المكلا، حيث وجه المحافظ باعتماد مشروع حقل مياه غرب الضيافة بالمكلا الذي سيخدم المناطق الغربية لمدينة المكلا وهي مدينة فوة بجميع مناطقها. ويتمثل المشروع في حفر بئرين وتنفيذ الخط الناقل ومحطة الحقل وربطها بالتيار الكهربائي. كما وجه المحافظ باعتماد مشروع حفر بئرين بحقل البلوك المائي المغذي لمدينة المكلا. وجاء ذلك خلال لقائه بمدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالساحل المهندس وهيب غانم. ووجه المحافظ بسرعة إنزال مناقصات 3 مشاريع للصرف الصحي بمديرية مدينة المكلا تتوزع على مناطق الديس وتحديدا جولة الكتا والشارع المحاذي لمستشفى حضرموت وفي الشرج على الشارع المحاذي للهايبر في الجهة البحرية بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، مشددا على ضرورة سرعة الإنجاز المشاريع 3 لما تشكله من أهمية لدى المواطنين وتحسين البنية التحتية للمدينة. وأوضح المحافظ بوجود 6 مشاريع أخرى متعلقة بإصلاح منظومة الصرف الصحي بالمكلا سيتم إنزال مناقصاتها قريبا. أصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني قرارا بتشكيل لجنة لتقييم الإيجارات السكنية واعتماد أسعار مناسبة للتخفيف عن معاناة المواطنين. وقضى القرار رقم 3 لسنة 2019 بأن تقوم اللجنة بتحديد إيجارات الشقق السكنية بحسب الموقع وسعة الشقة وإعداد لائحة بالمواقع والإيجارات بحسب عدد الغرف والإمكانيات المتوفرة، على أن يترأس اللجنة محافظ محافظة حضرموت. وتضم في عضويتها مدير عام مديرية مدينة المكلا ومدير أمن حضرموت وهيئتي الأراضي والاستثمار
والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة حضرموت. وفي سياق منفصل، وجه محافظ محافظة حضرموت باعتماد 200 خانة للتعاقدية لمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء لسد العجز بالمديريات اعتبارا من يناير الجاري. وأكد المحافظ أن ذلك يأتي اهتماما من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لسد العجز في القطاع التربوي والعمل على استقرار العملية التربوية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لهذا العام. في سياق الاهتمام بالقطاع التربوي الذي يأتي في أولوية عمل السلطة المحلية، موضحا أن رفض مكتب تربية الوادي والصحراء ب200 خانة تعاقدية يأتي أيضا في إطار دعم العمل التربوي في الوادي الذي شهد توجيهات سابقة باعتماد خانات تعاقدية سعيا لاستقرار الدراسة في مدارس وادي وصحراء حضرموت الأساسية والثانوية. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون سير أول يوم دراسي للفصل الثاني من العام الحالي بمدرسة عائشة با حاذق للتعليم الأساسي بالمكلا. واطلع الوكيل عبدون على انتظام العملية التدريسية في جميع الصفوف الدراسية والتزام الإدارة المدرسية وهيئة التدريس مع بدء اليوم الأول من الفصل الثاني، مؤكدا خلال هذه الجولة التفقدية بضرورة الالتزام والانضباط لسير الدراسة وفق التقويم الوزاري، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلت من جميع منتسبي الحقل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات لاستكمال الفصل الدراسي الأول بنجاح وتميز. كشف المدير العام للمؤسسة المحلية لمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم عن خطط تنموية لتحسين منظومة المياه والصرف الصحي في مدن ساحل حضرموت. وقال غانم في مداخلة مباشرة على الهواء في برنامج حديث الشارع الذي عرضته قناة المكلا المحلية مساء السبت عن قرب وصول 6 سيارات متخصصة بفك الانسدادات وشفط مجاري الصرف الصحي بدعم محافظ محافظة حضرموت ومنظمة اليونيسف التي سيكون لها دور كبير في معالجة طفح المجاري في شوارع المكلا وغيل بوزير والشحر. كما أوضح المهندس بن غانم عن اعتماد محافظ حضرموت سلسلة من المشاريع في 3 مواقع في المناطق الحساسة من مدينة المكلا و9 مواقع أخرى، لافتا إلى العمل الجاري في مشروع الصرف الصحي بمنطقة خلف القديمة والذي أنجز فيها نحو 70%. كما أشار غانم عن تضخم منظمات دولية لمعالجة مشكلة المجاري وتحسين شبكات الصرف الصحي بتمويلها 35 مشروع منها 12 مشروع خاص بالمجاري. ودعا في ختام حديثه المواطنين بعدم رمي المخلفات في شبكات الصرف الصحي والتي تسبب انسدادات يصعب حلها في الوقت الراهن. وفي ذات السياق أيضا، كان مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري في مداخلة مباشرة على الهواء في برنامج حديث الشارع على قناة المكلا مساء السبت للحديث حول المشاكل الصحية لطفح المجاري. وأوضح الدكتور الجريري أبرز المشاكل التي تسببها مشكلة طفح مجاري مياه الصرف الصحي بساحل حضرموت، منها تسرب المجاري لمياه الشرب وما نجم عنه من أمراض وبائية كالإسهالات المائية الحادة من الكوليرا وغيرها، بالإضافة إلى مشاكل أخرى أيضا الناجمة عن طفح المجاري قرب المطاعم والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض بين المواطنين، لافتا إلى أن هناك شراكة عمل حقيقية بين الصحة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة كان نتيجتها القضاء على الكوليرا وغيرها العديد من الأمراض الوبائية التي انتشت مؤخرا في ساحل حضرموت. نفت غرفة الإنذار المبكر بحضرموت البيان المنسوب لها الذي تناولته بعض المواقع الإخبارية المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي عن قدوم إعصار نويل بابان خلال الأيام المقبلة، وأنه لا يوجد في سجلات تسمية الأعاصير المقترحة هذا الاسم إقليميا. وأكد المهندس عبد الرحمن حميد المتنبي الجوي لدى الغرفة بأنه على متابعة مستمرة لحالة الأجواء وهي مستقرة ولا توجد مؤشرات بتشكيل أي أعاصير خلال هذه الفترة الانتقالية الشتوية الربيعية،
مضيفا أن غرفة الإنذار على متابعة مستمرة حول أي أحداث طارئة محتملة باستخدام منظومة حديثة تم تطويرها محليا، وهي منظومة هاد ويف للإنذار المبكر والتنبؤات العددية، وهي تمثل أكبر منصة عددية في الجمهورية لإصدار محاكاة نماذج الورقة الإلكترونية للعناصر الجوية المختلفة وتسلسل فروعه من بينها مرصد الأعاصير الآنية. نفذ فريق علمي من هيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية بحضرموت نزول ميداني إلى ساحل شارع 60 بمنطقة فوة لفحص الساحل والتأكد من وجود قناديل البحر، حيث باشر الفريق بالنزول الميداني بعد تلقيه بلاغات من مواطنين مرتادي الساحل أنهم أصيبوا بلسعات تعرض لها بعض المواطنين من قناديل البحر. وقام الفريق بجمع بعض العينات من القناديل، بعد الفحص تأكد أنها من نوع رجل الحرب البرتغالي صغير الحجم ويتواجد بكميات قليلة. ونوه مدير الهيئة المهندس صبري لجرب المواطنين بتلقي الإسعافات الطبية الأولية فور إصابتهم بلسعات القناديل. اختتمت بمستشفى تريم العام الدورة التدريبية للقابلات في الطوارئ التوليدية ورعاية الأم والطفل في المرافق الصحية التي تنطوي في إطار مشروع برنامج الصحة والتغذية الحزمة المتكاملة، حيث تلقت المشاركات خلال 10 أيام على معارف ومعلومات ومفاهيم وخبرات نظرية وتطبيقية من قبل مدربات الدورة حول التعريف بدليل الطوارئ التوليدية الأساسية والوضع الصحي والتدخلات المبرهنة عليها في مجال صحة الأمهات وصحة الطفل، إضافة إلى التعريف بمخطط الولادة قبل وبعد الوضع وطرق تنظيم الأسرة بعد الولادة. وفي حفل الاختتام أكد مدير برنامج الصحة الإنجابية بمكتب وزارة الصحة حسن حسان للمشاركات على أهمية الاهتمام بمخرجات الدورة وتطبيقها على الواقع مع الاهتمام بالأم الحامل والمولود قبل وبعد الولادة. واختتم الحفل بتكريم المشاركات في الدورة بشهادات المشاركة. رياضيا، أقام فريق النصر الرياضي بديس المكلا الحفل السنوي الثاني للاعبي وداعمي الفريق الكروي بساحة ملتقى الديس بالمركزي، والذي نظم ذكرى وفاة لفقيد الفريق أسامة زيد باللكسح. واستهلت فقرات الحفل بكلمة للشخصية الرياضية الداعمة للفريق الكابتن عبد الله السعدي، عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة الفرائحية لهذا الفريق الذي استطاع أن يتميز عن غيره من الفرق الشعبية، وذلك لاستمرارية نشاطه طيلة العام ومشاركاته الإيجابية في مختلف المسابقات الكروية وتقديم صورة مشرفة لأبناء الحي في التحلي بالأخلاق الرياضية في الملعب وخارجه واحترامهم للجميع. وتخللت فقرات الحفل بمسابقات ثقافية رياضية للجمهور وتكريم للشخصيات الداعمة للفريق وتكريم الكوكبة النصراوية بالميداليات والشهادات التقديرية. أنهى التضامن وسمعون وأهلي الغيل واتحاد سيئون وشباب القطن وسيئون مباريات الذهاب من ربع نهائي كأس حضرموت السادسة على مختلف ملاعب سيئون والمكلا. التقرير التالي يسلط الضوء على مجريات وأحداث هذه اللقاءات. مباراة نادي التضامن ووحدة تريم كانت محطة أنظار جميع عشاق ومحبي ومتابعي المستديرة في ساحل ووادي حضرموت في ذهاب ربع نهائي كأس حضرموت السادسة التي انتهت لمصلحة صاحب الأرض والجمهور بهدفين دون رد احتضنها ملعب الفقيد بارادم عصر السبت. فالمباراة الجماهيرية تميزت مثل غيرها من المباريات الكروية التي يخوضها الفريق الأزرق القادم بقوة إلى تحقيق لقب هذه النسخة من المسابقة في الحضور الجماهيري الغفير والمؤازرة من الرابطة الجماهيرية التي في كل مباراة تظهر بحلة جديدة تبهر الحاضرين بالمدرجات وترهيب خصمها في عدم الصمود أمام الكتيبة الزرقاء.
مباراة كأداء فني ليست بالمتوقع والمعول عليه أن يقدمه الفريقين، خاصة ممن يملك سلاح القوة وتميز لاعب خطه في الوسط في الفريق الكابتن حلمي بحافظ في المباراة، لكنه حصد الأهم والمهم في الفوز بهدفين. الأول جاء من ركلة جزاء في الشوط الأول بتنفيذ من قدم اللاعب المهاجم محسن بابسر، والثاني جاء من قلب الدفاع محمد محفوظ الجابري. دخول قائد الفريق التضامني الكابتن عمار الكلدي رغم تحمله الإصابة بأحد قدميه، لكنه أصر على اللعب في الشوط الثاني، لكنه لم يستطع أن يغير في حال نتيجة المباراة. الوحدة بتريم كان له الحضور في الرمق الأخير من هذه المباراة في محاولات على مرمى الحارس المتألق سالم كاكو، الذي حافظ على شباكه نظيفة حتى النهاية في هذه المباراة التي احتفت بها إدارة نادي التضامن الرياضي بمرور الذكرى 40 لرحيل العبقرية الرياضية صالح أحمد الشاحت، من خلال دعوة كل من كان حاضرا في المباراة التي سقط فيها ميتا في الأول من يناير بين التضامن وأهل الغيل، مع تكريمهم بشهادات. كما أهدى التضامن كأس المناسبة للوحدة بتريم وحصول اللاعب حلمي بحفص على جائزة أفضل لاعب في المباراة بحضور شخصيات رفيعة في قيادة السلطة المحلية في الوادي والصحراء وجمع من الرياض. وإلى مباراة عصر الجمعة والتي أضاع فيها فريق نادي شباب ركوب فرصة التقدم والحفاظ على النتيجة والفوز أمام ضيفه فريق اتحاد سيئون، حين خرج متعادلين بثلاثية لكل منهما، فبات الإياب أكثر صعوبة لقي أبناء المدرب الشاب الخضر في الديار السيئونية الجمعة القادم. مباراة كانت جماليتها للتهديف من كلا الفريقين حتى النهاية، ولكنها كانت فيها أكثر الأخطاء ولكن كانت فيها كثرة الأخطاء التي يقع فيها اللاعبين والاعتراضات الكثيرة على قرارات حكم المباراة، وهذا جعل الحاضرين يفقدون لحلاوة ومتعة الأداء داخل المستطيل الأخضر. مواجهة الإياب لأندية ساحل ووادي حضرموت سيكون أهل الغيل مع فرصة لبلوغ الدور النصف النهائي، خاصة بعد أن استطاع تحقيق التعادل السلبي في سيئون من أمام شباب القطن، فيما سيكون عامل الأرض والجمهور لفريق نادي سمعون الشحر كفيلا للعبور بالفريق إذا حقق الفوز بأكثر من هدفين رغم خسارته في الذهاب بهدف دون رد أمام فريق سيئون الطامح للوصول للنهائي على ملعب الفقيد الشاحت. أما الجماهير التضامنية سوف تزحف صوب مدينة تريم الغنا لمؤازرة فريقها الأزرق، والذي يطمح لتجاوز هذه المرحلة للوصول إلى بلوغ النهائي. وأخيرا، فإن فريق روكوب فلابد أن تتوفر فيه العزيمة والإرادة، وهذا ليس مستحيلا من أجل تجاوز اتحاد سيئون في سيئون. لقناة المكلة فادي حقان. في هذا التقرير مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يناقش إعادة تطبيق النظام الجمركي في ميناءي المكلا والشحر. وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد اليوم الدراسي الأول للفصل الثاني. مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي يكشف لقناة المكلا عن خطط تنموية لتحسين المنظومة. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.